اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديد. عرفت راسي غبرت لكم بزاف من لي فيديو، ولكن كما عندكم كيف ديما يعني لظروف خاصه، داكشي علاش كنغبر عليكم لي فيديو. مي ماشي ناسياكم وماشي ما بقيتش كن زعما ما بقيتش كنرجع، حيت بزاف اون فوا كنقطع كيجوني دي ميساج كيقولي واش ما غترجعيش، واش حبستي، واش هذا، واش ما تبقيتيش حتى انا لي فيديو. بالعكس انا غادي نبقى نحط لي فيديو، ما حدي انني كنفيدكم، ما حد انا القناه ديالي كتستافدوا منها وكنعطي معلومات اللي كيفيدوا ناس اخرين، دونك راه ما غاديش نحبس منها. كيف ما قلت لكم لظروف خاصه، وحاليا ان شاء الله باذن الله انا رجعت معكم بفيديوهات جداد، كنتمنى انكم تستافدوا منهم. وبغيت نقول لكم حاجه اخرى، شكرا على لي ميساج ديالكم، شكرا على لي كومونتير ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الدعاوى الزوينين ديالكم، فريمون كفرحوني بزاف 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 وكيموتيفيوني بزاف لواحد الدرجه اللي ما كتصوروهاش. شكرا لكم بزاف. واليوم في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم، نظرا لي بزاف كيطلبوا لي هاد لي فيديو انني نشارك معكم التجربه ديالي، وبما اننا حنا في رمضان فدونك بغيت نشارك معكم يعني التجربه ديالي مع ستاج في رمضان. فاول فيديو ديال اليوم اللي هو كيفاش كيدوز ستاج في رمضان بنهار. فبالنسبه لستاج في رمضان بنهار، انا كنت عندي كنت كنقرا الصباح وكان عندي ستاج في العشيه وفي رمضان، دونك كنت كنقرا الصباح من تما نيشان، دونك ما كتكونش عندك ديك الوقيته ما بين الغدا وهذا، حيت ما كاين لا غدا لا شي حاجه، كتمشي نيشان لوبيتال كيبدا ستاج ديالنا. كنا كنخرجوا من المدرسه مع ديك الوحده الوحده ونص كنمشيو، دونك كل يعني كنا كنبداو ستاج مع ديك جوج جوج ونص تقريبا، لا تحت لشي جوج ونص، دونك كنا كندخلوا ستاج ديالنا. بالنسبه للستاج يعني في لي سيرفيس كاملين كيكون كيف ما الايام العاديه، كيكون كالم، كيكون انك كدير لي كونستون ديالك، كدوز لي تريتمون ديالك، داك المهم كتبقى مقابل المرض ديالك، دونك كيكون كالم. لي سيرفيس يعني اللي كيكون هو اللي ديما فيه في اي مناسبه في اي حاجه اللي كتكون فيه الخدمه بزاف هو لارجونس، دونك انا كانت عندي لارجونس. كيفاش دازت التجربه ديالي؟ الصراحه كتكون الخدمه بزاف خصوصا من مور ربعة، دونك يعني كتكون تقريبا ملي كندخلو حتى ديك ربعة كتكون اصلا اغلبية خدام غير مع بليزانجيكسيون ديال الناس كيجيو فيهم لي فوميسمون، الناس كيجيو مرضين بالمعدة، الناس كيكونوا تقلو يعني تقلو في السحور كالو شي حاجة تقيلة، دونك اغلبية هادشي باش هادو هما لي ميديكامون لي كنا يعني كيتكونسوماو كنخدمو بيهم، يعني ليزانجيكسيون لي كيتكونسوماو يعني ديال هاد لي بروبليم هادو من مور، دونك كيكونوا كوارث، كيكونوا كسيد، كل ما قرب الوقيته تاع الفطور كل ما كيكونوا حوادث زعما اللي ما يجوكش على بالك، دونك كيكونوا كسيد بزاف، كيكونوا مضاربات بزاف، كيكون يعني اغلبيه كنبداو نخدموا بلا بلاطخ، كنبداو نخدموا بالسيتور، يعني الصال ديال ليسوان هي اللي كتولي خدامه، زعما صال دانجكسيون فين كتحبس كتولي خدامه صال ديال ليسوان، دونك كيكونوا بزاف، كتكون الخدمه بزاف. بالنسبه للبروغرام حنا كيفاش كان عندنا، ما غنحكموش على حسب كل ايكول، على حسب انت بعدا ولا انت واش باغا تستافدي وباغا تبقى ستاج ولا باغا تسلتي وتخرج قبل الوقت، كيكون لك كامل الحريه. دونك حنا كنا كنخدموا، بالنسبه للفطور كنا كنفطروا في لوبيتال، كنا كتوصل لوقيته الفطور، دونك كنا كنفطروا حنا واحد ليكيب كنا كنبقاو، ماشي اجباري اللي غيسولني، ماشي اجباري، ولكن الا بغيتي تخدم، الا بغيتي تتعلم، الا بغيتي تعطي، دونك خاصك تبقى داك الوقت كامل، سينو راه عندك الحريه كما قلت لكم انكم تقدروا تخرجوا تسلتوا بكري، ما حتى حد ما كيدوي معاك. دونك في الفاليداسيون كتكون كيكون ديك الساعه كتكون الفرق ديك الساعه في لا نوت اللي كتحط ليك في تما فين كيكون الفرق. وحاجه اخرى كيكون الفرق انك فهمتي شنو تعلمتي والاخر اللي مثلا شنو ما تعلمش. المهم حنا كنا ايكيب متفقين اننا غادي نبقاو، كنا كنبقاو كتوصل لوقيته الفطور، دونك كنا كنفطروا تمايا الفطور سا ديبون، دونك يا اما كتكون القضيه كالم فريمون فريمون كالم وكتفطر على راحت راحتك، كتجلس المهم كتاخذ وقتك كيأذ المغرب، كتاخذ وقتك كتفطر كتجلس كنضحكوا كنشطوا بيناتنا مجموعين، وكتكون موراه الخدمه كنخدموا من موراه، اون فوا كتجي تدخل ليكيب ديال الليل، دونك حنا كنخرجوا نمشيو بحالاتنا وكتبقى ليكيب ديال الليل كتخدم. اما في اغلب الاحيان غنقول لكم ان واحد 80%
انك ما كتفطرش على خاطرك، حيت اون فوا يلاه كتحط تبغي تفطر فكيجيو كيكونوا دي زاكسيدون، كيكونوا بزاف د الحوايج دونك كتعمر ليرجونس فريمون. ما بعد مرات كنا كنكونوا جالسين ما كتكون ما حاسب حتى شي حاجه، بحال لا ما كتعرفش دوك الناس كاملين منين جاو، كيجيوك في زقه وحده دونك كتعمر عندك لا صال دونك كتسمح في الفطور. كاين بعض المرات اللي كيأذن عليك المغرب وانت باقي واقف وانت خدام، وهو أذن وسكت وداز الوقت وانت مازال ما حليتيش صيامك، دونك كيكونوا يعني كيكونوا معاناه، كيكونوا تضحيات، ولكن كتكون اكسبيريونس زوينه بزاف، كان يعني كتغير فيك بزاف الحوايج، كتزيدك اضافات، كتشوف ديكا جداد اللي ما غتقدرش، ديكا سبيسيال ما غتقدرش تشوفهم مثلا في ديما بزاف الحوايج، كتكون خدمه عاوتاني كتجرب خدمه في شكل اخر. فكما قلت لكم كانوا اغلب الاحيان ما كنفطروش، ما كنا كنكونوا مجموعين، فاش كانوا اجواء فريمون زوينه. هي كتحس ان كان اول رمضان انك يعني بالنسبه لي انا اول رمضان انا نبعد على دارنا، يعني ما غاديش نكون في داك الجو العائلي، انا رمضان هو ديك جماعة العائله، هو داك الفطور مجموعين، وداك ما كانش دونك كتفطر برا. الفطور كنا كندو معنا فطورنا، يعني كنا كل واحد فينا كيجيب فطور، يعني لدرجه انا فاش كنحطوا الفطور كتلقى تبارك الله زعما الخير كلشي جايب بالزايد اي حاجه، يعني ما كتحس من ناحيه ديال زعما اننا نقولوا الماكله ما غتحسش بداك الفرق، حيت الخير موجود وكلشي كيجيب، وهاديك ماشي شي حاجه اللي غادي تدير بها. مي في الاول كتجيك ديك الجو العائلي انه ما كاينش، من بعد حنا كايكيب كنا بحال العائله فريمون، كان كيدوز الفطور زوين، كنضحكوا مع بعضياتنا، ماشي كاين الضحك كاين المعقول اننا كنفيدوا بعضياتنا، كنهضروا على مثلا ديك الكالي كانت قبيله شنو كان عنده، علاش ما درناش ليه هذه، اللي عارف المعلومه كيشاركها مع الاخر، كل واحد كنتشاركوا المعلومات، كنتبادلوا معلومات، كنتبادلوا تجارب. الفطور ديال لوبيتال كانوا كيعطوه ماشي لينا، كانوا كيعطوه يعني لي ريسبونسابل ديالنا، مي هما كانوا كيعطيو يعني هما نظرا انهم كيشوفوك انك بقيتي معاهم وكنتي معاهم وبقيتي وهذا دونك كيعطيوه لك. مي ما الصراحه ما كناش زعما اننا كناخذو ماشي ما كناكلوش، دونك كانوا شنو كيعطيوك فيه، كانوا كيعطيوك فيه حريره الحمراء، كانوا كيعطيوك فيه دانون ولا تفاحه، كيعطيوك فيه خبيز، كيعطيوك فيه فرماج، هادشي اللي بيضه مسلوقه، هادشي اللي كيعطيوك فيه. دونك ما كناش اصلا كناخذو، يعني الا خدينا منك نخدو من ديك البيضه ولا الفرماجه وصافي، ديجا حنا جايبين الفطور ديالنا. فريمون دوك الاجواء ما كتعوضش والله العظيم ما كتعوضش، احسن 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 ايام هي دوك الايام ديال الفطور، خصوصا فاش كتكونوا مع واحد ليكيب اللي كتكونوا متحدين، كتكونوا خوت، كتكونوا عائله، واحد كتضربوا النفس على الاخر، واحد كيفيد الاخر، ما كيكونوش مشاكل، ما كيكونوش حسابات، يعني داس زوينه بزاف، لا من ناحيه داك الصحبه وداك داك الاجواء، لا من ناحيه اننا تعلمنا بزاف د الحوايج، يعني كيكونوا اجواء زوينين. كنا بعض المرات اللي كنبغيو مثلا اللي بغى يمشي يفطر في دارهم او شي حاجه، كنا كنديروا النوبه ما بين بعضياتنا، كل مره كياخذ واحد مثلا نهار كيمشي يفطر في دارهم، ومي اغلبيه يعني كنا ملي ولفنا بعضياتنا ما بقيناش كنسخاو اننا نمشيو، ولينا كلنا كنبقاو مع بعضياتنا. كتكون كما قلت لكم كيكونوا بزاف د الحوادث، كتكون الخدمه، كتكون الخدمه فريمون اللي باغي يتعلم السوتور، فريمون اللي باغي يشد لي زانجيكسيون، فريمون اللي باغي يشد لي كونستون، يعني اللي باغي يتعلم، اللي باغي تكون عنده اضافه، يعني تضاف لي واحد الحاجه جديده يتعلم مزيان، كتكون الخدمه. ولكن بسبب هاد الحوايج اللي غتعلم غتضحي انك ما تفطرش مع داركم، غتضحي انك ما كتفطرش على خاطرك، كتضحي انك تقدر تبقى الوقت كامل. فريمون بعد مرات كان كيوصل الوقت اننا غادي نخرجوا بحالاتنا، نمشيو لديورنا، جات ليكيب ديالي وانت يلاه درتي شمره في فمك، هادشي الا درتيها يعني كيكونوا، يعني داك الفطور صافي كيبقى بحال هكا، الا مشينا كتخطف شي حاجه ولا كتقول صافي ناقص انا غادي للدار، دونك كتسمح في كلشي. وبقى عاقله على واحد النهار اننا كنت غنمشيو نفطر في الدار، دونك ما جبنا لا فطور لا حتى شي حاجه، لقيت كلهم خرجوا، لقيت انا الاخر معطله بغيت نخرج، جات واحد المراه كبيره في لاج وكانت مضروبه في راسها، وباش ندير لها سوتور لانفيرميا ريسبونسابل جات عندي قالت لي لا تكلفي بها، وزادت وخلاتني. انا كنت صافي بدلت حوايجي دونك حيدتوني ديال داكشي، غاده هز الساكي باش نخرج، قلت لها لا وانا غادي نخرج وهذا، علاش حدك؟ حيت واحد الوقيته ليكيب النهار يعني اللي البيرسونيل ديال لوبيتال كانوا ديك الساعه عياو، هادشي انا شي كنعاود لكم على بروميير اني، دونك دوزيام اني تجربه اخرى، كان عندي ستاج بالليل وتخوازيام اني كنت في لا كلينيك، دونك كان في كانوا هما عياو ليكيب برينسيبال عياو،
وقالوا انهم هما تفقوا مع ليكيب التليل انهم غيديروا ليله تقريبا في نص ديال رمضان، انهم ليله نهار غيبقاو هما يفطروا في لوبيتال وعادي يجوا ليكيب التليل مور الفطور، ونهار الاخر غادي يبقاو يعني غيتخافوا ما يبقاوش هما ديما ديال النهار هما اللي غيفطروا في لوبيتال، مره ديال اللي يجوا هما اللي يفطروا وهذوك يخرجوا يمشوا ديالهم، ومره العكس. فديك الساعه كنا حنايا جينا في ديك الليله اللي هما غيمشيو، دونك قلنا صافي حنا غنمشيو حيت ليكيب ديال اللي غتجي كامله. كما قلت لكم خرجوا اللي معايا وصافي، بقيت انا جات ديك المراه بقات كتطلب فيا وكتدعي معايا، كنقول لهم ليكيب راه دخلوا هما غير غيبدلوا غيجيبوا الشاريو ديالهم وهذا وغادي يجيو والو بنيتي عافاك الله يرضي عليك انت وهذا، بقات كتطلب فيا وداكشي دونك حشمت وهذا وبقات كتدعي معايا، درت ليها السيجور ديالها داكشي كامل، يعني مشيت خديت التوني ديالي غير فقط البيجامه هو اللي نحتو عليه حيت انتغدي تخدموا بلا توني، يعني درتو عليا صافي وخدمت له داكشي. فاش خرجت فريمون الناس اللي كيعرفوا لوبيتال ديال بوافي يلاه خرجت وصلت للشارع منين كيدوزو الطاكسيات باش ناخذ الطاكسي نمشي بحال حاجه لدارنا، كيأذن عليا المغرب وانا واقفه تما فريمون داك الاذان مع الاذان المغرب كتكون الدنيا خاويه كلشي داخل الديور ديالو، ما كاينش طاكسيات ما كاين حتى شي حاجه، عشان فريمون بقيت اون بان كنشوف باش غادي نمشي على رجليا، ما بعيدش بزاف ولكن الطريق خاويه ما تقدرش تريس في ديك الوقيته، ما كاين حتى شي حد في الزنقه كيدور، ما كاين لا طاكسيات لا والو، عرفتي فريمون كانت هذاك النهار ما تنساش لي بقيت اوغوزمون انا كاينه واحد من الناس من لا فامي ديالي قرابي لوبيتال، صافي مشيت عندهم ودخلت عندهم بقيت يعني فطروا وداكشي، فطرت معاهم وبقيت معاهم حتى مور الفطر عاد خديت الطاكسي مشيت للدار. يعني كما قلت لكم كديروا شي تضحيات، ولكن راه فريمون احسن 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 اكسبيريونس واحسن ايام الناس اللي غادي يدوزوا غياخذوا الدبلومات ديالهم وغيخدموا وغيفوتوا، راه احسن ايام هي ايام 17، احسن احسن ايام. ومن هنا كنبغي نقول عارفه شي وحدين من اللي كانوا معايا كيتبعوني بغيت نسلم عليهم كاملين، وبغيت زعما نقول لهم توحشتكم بزاف 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 فريمون، كانوا ايام زوينين وفريمون ما كيتنساوش ديال بصح، وكانت يعني اكسبيريونس تعلمنا فيها بزاف د الحوايج، وبالنسبه طراو لينا بزاف د القصص بزاف د الحوايج. فغتكون ان شاء الله لا فيديو الجايه من ابتداء لا فيديو الجايه غادي نعاود كل فيديو غادي نخصصها انني نشارك معكم التجربه ديالي مع شي حاجه اللي طرات ليا، يعني في ستاج نظرا اللي طلبوا ليا بزاف هذا النوع ديال لي فيديو ديال انني نشارك معكم تجربتي في كل سيرفيس في كل حاجه في مواقف تحطيت فيهم باش حتى نتوما تستافدوا، يعني هاد النوع ديال لي فيديو مطلوب بزاف. فمن لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نبدا كل فيديو ان شاء الله غيكون فيه شي تجربه ديالي اللي ان شاء الله تستافدوا منها، كل واحد كيستافد من التجارب ديال الاخر، يعني مواقف تحطيت فيهم تقدروا حتى نتوما تحطوا فيهم، يعني وتعرفوا راسكم شنو كاين، ما نبقاوش ديك اللي كتكون داخل وما عارفش، حيت فريمون فاش كتدخل لوبيتال كتعيش بزاف د الحوايج، كتحط في بزاف د المواقف اللي عمرك ما تخيلتي انك غادي تعيشهم ولا غتحط فيهم، ولا كتلقى مع واحد النوع ديال الناس اللي ما كيكونش في بالك انك، يعني كاينين الناس عايشين معاهم بداك التفكير اولا بداك اولا بداك التعامل اللي كيتعاملوا معاك سواء خايب سواء زوين. فكما قلت لكم كنتمنى ان هذا لا فيديو نكون جاوبتكم فيها على التساؤل ديالكم على كيفاش كيدوز 16 في رمضان بنهار، حيت ديجا كنشاركت معكم في الليل كيفاش كيدوز داكشي، دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو وجيت نطلع عليكم به ونقول لكم بلي اني رسول الله باذن الله انني رجعت معكم في القناه، وان شاء الله غنبقى نحط لكم دي فيديو غنبقى نحط لكم التجارب ديالي كما قلت لكم، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وتستافدوا ان شاء الله من الفيديوهات الجايين ديالي، وما تنساوش عجبكم لا فيديو تخليو لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم زوينين لي فريمون كيشجعوني وكيفرحوني بزاف 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 بزاف، والدعوات ديالكم زوينين. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، ما نطولش عليكم اكثر من هكا، السلام عليكم، باي باي.